خلاص يا كبير، الحكومة رحلت. سامعين ضرب نار واحنا بنصلي في الجامع. الحكومة ضربت اثنين من المطاريد وشالتهم ومشى. العمدة كان وياهم في الحملة دي؟ لا يا حاج، ما شفناهش معاهم. حد من اهل البلد جرى له حاجة؟ لا يا حاج، كله بخير الحمد لله وحب على يدك. الحمد لله. سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. يا شباب العمدة، في ايه ده؟ تيل في ايه؟ الحاج عبد الجليل تحت. طب قلتلوش فاهمني ايه؟ اتكسف اقول له كده. طب خد قول له انا نازل. هاي خبر ايه؟ وانا ذنبيه يعني؟ اهلا اهلا. وانا اقول ايه النور اللي بتطلع علينا ده؟ يا سلام، عبد الجليل اخويا الكبير. انا الحاج. اهلا. فضل اخويا، شرفت نور. اهلا وسهلا. شوف يا ابو اخويا، تخابر ان العمودية ما خرجتش من العيلة واصل، واننا ورثنها ابا عن جد. ما صحش يتقال في الناجع ان في عمدة نايم على ودانه ومش دريان باللي بيحصل حواليه. ومين العمدة الواطي ده؟ حضرتك اصرف نظر. ايوه، انا لسه جاي من عند مدير الامن. تعرف تقول لي انت ما اشتركتش في حملة المطاريد ليه؟ انا كنت بحقق في الحادثة اللي كانت على الطريق الزراعي. تحقق ولا ما تحقق شيء، انا جاي احذرك. لازم يا اخوي تفتح عينيك، تاخد بالك من كل صغيرة وكبيرة بتحصل في الناجع، وإلا العمودية تطير منيك. لا مش هيحصل واصل. انا عملت اللي علي، خد بالك يا اخوي. سلام عليكم. شرفت ونست. مع السلامة يا أخوي. السلامة يا أخوي كبير. السلامة يا حبيبي. شو عم هيكلمك؟ اديه لي أمون شلت العمدة ورديك. انتبه على خيتك، ما تنحششش منه يا أخوي. وسع وسع. السيد مدير الامن كلفني اني اجيلك بنفسي، لانه واخد على خاطره منك، لانك قصرت في الحمله اللي حصلت على المطاريد، وعايز يسمع عذرك. في الحقيقه عمده، انا قلت له ان اكيد في عذر قوي. ايه ردك يا عمده؟ حادثه الميكروباص والعربيه الناجله اللي حصلت على الطريق الصحراوي واللي راح فيها 12 بني ادم، كنت ساعتها بحقق في القضيه وقبضت على سواق التريلا، ولما عودت لقيت الحمله جدرت. معقوله يا سعاده الباشا اتقاعس عن على المطاريد؟
أنا برضو قلت للسيد مدير الأمن إن عمدتنا مش ممكن يتقاعس أو يأثر. ما أنت عارف يا سيادة المأمور داني ما بنامش يا مجاهد. تحت أمرك يا جناب العمدة. جهز زيارة لسعادة البيه المأمور بيض يلا جد حيلك امشي. مالوش لازمة يا عمدة. مالوش لازمة ازاي ده تأخيرك علينا يا سعادة الباشا. أمرك أمرك يا جناب العمدة. امشي يلا. وعملت إيه في سواق التريلا؟ قبضنا عليه سعادة الباشا موجود في التخشيبة وهبعته لسعادتك تحقق معاه عن طريق النيابة. اطمن يا باشا دبة النملة في البلد أنا بعرفها. إحنا رجالتك برضه يا سعادة الباشا. طبعا يا عمدة أنا عارف كده كويس. أنت واحد من رجالتنا المخلصين. ربنا يسرها معاك ويبارك فيك. شرفت ونورت وأنست. أستأذن أنا يا عمدة. مع السلامة يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا غريب؟ تمام يا خالد. بقول لك ايه، نقلة العلف توصل للحج محمود قبل الدنيا ما تليل. هخلي الشغل وروح له طوالي. ما لزمكش حاجة؟ سلامتك يا خالد. صح يا خالد، المعلم فتوح شيعه لنا فلوس العلف النهارده. اتفضل. طب خليهم لما تجيب كشف حساب الانفار بخصمهم. امرك يا خالد. السلام عليكم. يا عم الحاج. ايه علي، مالك ملهوف كده ليه؟ الواد مندور يا عم الحاج ولد سليم قطع المايه عن الجراطين اللي حلت بقاله يومين. الارض هتموت يا حاج. قطع المايه دي جريمه، اتخبط في نفوخ الولد ده ولا ايه؟ طب وليه يعمل معاك كده؟ عشان ما رضيش ابيع الجراطين يا عم الحاج. طب اسمع، بعد صلاه العشاء تجيني الدار انت وهو، سمع؟ خفيفة يا طول كده. يا سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقعد يا أحمد. كيفك يامه؟ زينة يا ولدي. كيفك يا فاطمة وكيف محفوظ جوزك؟ بخير يا أخوي الحمد لله. كيفك يا تهاني؟ بخير يا ولد عمي. والله يا ولدي ما عارفاش هنعيش هنا ازاي وانت بعيد عني في الغربة. أباي غربتي بس ياما، ما انا اديلي 4 سنين اهو بسافر مصر وعاود تاني، والتلفون موجود بكلمك واطمن عليكي. وبعدين ياما مصر دلوقتي ما بقتش غربة. اي مكان تبقى بعيد عني فيه تبقى غربة يا ولدي. وبعد هالك ياماي ان شاء الله يا اخوي تسافر وتعاود بشهادة كبيرة. اهو ده الكلام اللي يفتح النفس يسمع من بوقك ربنا يا فاطمة يا اختي. يعني لو سافرت هتوحشك يا ولدي ولا خلاص مستعجل على السفر قوي؟ الا هتتوحشيني طبعا يا اما هتتوحشيني قوي قوي. انت بس دعيلك ده يا حاجة ان ربنا يوفقني واكمل علامي علشان ما نضيعش المشوار ده كله على الفاضي. ده عيالك يا ولدي، ربنا يوفقك وينصرك وينور طريقك ان شاء الله. تسلم يا امه. طيب اقوم انا الم الكراكيب بتاعتي بقى عشان اجهز نفسي بالاذن. اتفضل. ارتاحي يا اختي انا هقوم. ارتاحي. تسلم يا تهاني تسلم. ايوه يا عمي. خدي، انا جبت لك القصه هي اللي قلت لك عليها بتاعت نجيب محفوظ. قصه سهله يعني وهتعجبك قوي، بس انت قريها. حاضر يا ولد عمي. شوف وشك بخير يا تهاني. بالسلامة يا اخويا، ربنا يرجعك بالسلامة. ايه البي
ايه البتاع دي؟ انا اطلع من المسخ ده. اسمك ايه؟ سيهاية. سخام ازاي؟ يا سخام. ايه الحلاوه دي؟ انت انت سلام عليكم يا ابوي. روح هات لي شاي غوري. ايه السلام عليكم دي؟ ايه اللي الحياه دي؟ ايه الرمايه دي يالا؟ سلام عليكم ايه؟ حد يقول لابوه سلام عليكم دي؟ احترمني يا اخي، مش عشان ابوك، عشان العمده. حاضر حاضر يا جناب العمده. تصدق بالله انك ناقص ربايه وما عرفش ربيك؟ ليه بس يا جناب العمده؟ تعال ترزق جنبك هنا. امر يا جناب العمده. قول لي بدر، مالك؟ لو بوزك كده ليه؟ يا بوي، اللي بيحصل في النجعه دي ما يعجبش الخلق واصلا. وايه اللي بيحصل في النجعه؟ النجعه كلها مشاكل. وانت العمده يا بوي، ناس يا ملوك وروحوا لعم عبد الجليل. ليه؟ لاش لما يحل لهم مشاكلهم ويصلح بناتهم. وازاي يا بوي؟ ازاي يا بوي؟ زعيك لك عشية قدامي وانت ساكت ليه؟ هو عم عبد الجليل دي هيوكلنا ولا ايه؟ اخرس يا جليل الرباية. عمك اللي بتتكلم عنه ده يبقى اخوها كبير، ومش معنى انه تنازل عن العمودية ابقى انا اخوك كبير، ومن حق اهل الباب يروحوا له. على الاقل ابقى مستريح. راح فين قول؟ هنهملك يا بوي، هنهملك تنعس وترتاح شوي. هور لكم البلاوي. يا سخان بنتي، يا سخان. السلام عليكم. عليكم السلام. خال الحاج موجود؟ ايوه موجود. طيب اديله خبر اني جيتوا معايا الرجاله. حاضر. تفضلوا رجاله، تفضلوا. يا اهلا يا اهلا، ازيك يا غريب؟ ازيك يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، تفضل تفضل تفضل. يا رب يا ساتر. تفضل يا غريب. اهلا وسهلا. اهلا استاذ احمد. اهلا وسهلا. تفضل تفضل تفضل. استغفر الله العظيم، استغفر. رجاله جم؟ ايوه جم. اعمل الشاي. حاضر. استغفرك واتوب اليك يا رب، استغفرك واتوب. السلام عليكم يا رجاله. السلام عليكم ورحمه الله. تفضل يا حاج، تفضل اقعد. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا خبرين ان ارض مندور جنب الترعه لزم، وارض علي الشايب بعدها. علي الشايب اشتكالي، قال لي ان مندور عايز يشتري ارضه بالغصب. تبقى غلطان يا مندور، لأن الشراء والبيع بالتراضي مش بالغصب. لما مرضيش يبيع لك أرضه ضغطت عليه، قطعت المية عن أرضه، ودي جريمة كبيرة قوي. انتوا جيتولي رايدين حكمي، تمام يا رجالة؟ تمام يا عم الحاج. حكمي هو إنك غلطان يا منظور، والغلط راكبك من ساسك لراسك، ولازم أن تقوم تحب على رأس الشايب وتعتذر له، ومن الفجرية تروح وتساعده في سقاية أرضه. قوم. اللي تأمر بيه يا عم الحاج، حقك علي يا علي. حصل خير يا مندور. راضي يا شايب؟ ربنا يبارك فيك يا عم الحاج، ما يحرمناش من وجودك وسطنا واصل. جابر ولد العمدة عبوه. جابر ولد العمدة. جابر ولد العمدة. جابر ولد العمدة عبد الوهاب يا كبير. دخلوه دخلوه.
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا جبريل؟ كيفك؟ تعال اقعد، تعال اقعد جنبي هنا. خابر طبعا يا كبير ان الحملة اللي حصلت على الجبل كانت اخباريتها جاية من المديرية. ابوي مالهاش يد فيها. احنا عرفنا كل حاجة. وعلى العموم جات بسيطة. راح فيها اتنين مالهمش عازة. ها جبت اللي اتفقنا عليه؟ طبعا يا كبير. احسن من الاول 100 مرة. اتفرج ادي العينة. تسلم يدك يا جابر. يا عتمان. أوامرك الكبير. خد دول حطهم مع البقية. ماشي يا ابو الرجال. وادي بقية حقك يا ابو الرجال. تعيش تعيش وتسلم يا كبير. ودي كمان هدية مني عشان تعدل المزاج، عشان تعرف ان سليمان بيحب الرجالة وبيعزش عنهم اي حاجة. ابو الرجالة كبير وابو الكرم كمان. ربنا يخليك. جبريل. عميان يا كبير. جهز الرجالة عشان السريقة اللي جاية. جاهزين ومنتصرين اوامرك يا كبير. بعد يومين تنزلوا على النجم. تلموا كل البهايم اللي في الزرايب. واللي يقف قصادكم انتوا خبرين تعملوا فيه ايه. والمواشي اللي هنجيبوها هنودوها على وين يا كبير؟ تنزلوا بيها على نجع العزيزية، وهناك هتقابلوا تاجر من قنا. تدوله المواشي وما تاخدوش منه فلوس. في حساب بناتنا. أوامرك يا كبير. أصلي ناوي أضرب ضربة أرد بيها على حملة الحكومة عشان نحفظ هبتنا. هبتكم محفوظة يا كبير. ربنا يخليك يا جابر. جبريل. نعمين يا كبير. مش هنقوم بالواجب مع الراجل ولا ايه؟ لا نقوم. الاكل يا ولد. ايوه يا باشا. حاضر يا باشا. حاضر حاضر. ها انا خدامك يا باشا. انا خدام الجزم. حاضر يا باشا. مع السلامه. سعادتك يا باشا. خير يا بوي؟ لسه المأمور قافل معايا دلوقتي. عايز خبطك كبيرة تبيض وش قدام مدير الأمن. وإيه رأيك يا بوي اللي يجيب لك خبطة كبيرة قوي تبيض وشك قدام وزير الداخلية؟ يا ابني قول الله يرضى عليك. سريقة. ياه سريقة كبيرة قوي يا بوي. سريقة؟ هي حتلنا في نجع المحمودية بعد يومين. في نجع المحمودية بعد يومين؟ ودلوقتي هيحضروا ليها في الجبل الغربي. انت متأكد يا ولدي من اللي بقوله؟ من ليت يا بوي؟ بقول لك عديد مش متوكد منه. خد يا ولد. على مهلك يا بوي. خد. ما كفايه يا بوي. كفايه. خد. خد. مش هتبس. كتر خيرك يا بوي. روح. ربنا يخليك لي. الو. اديني اديني الباشا المعمور. قول له العمده ابو هاب. ايوه يا باشا. سريقه. سريقه كبيره. سريقه كبيره. سريقه كبيره قوي. ايوه. هيعملوا المطريد بعد يومين. كانت كبيرة قوي. مصادر الموثوق بيها هي اللي جابت الحكاية دي. ايوه يا باشا. ايوه يا باشا. طبعا يا باشا. متشكرين. سرقة كبيرة قوي قوي. شاي يا عمدة. تؤمن بحاجة ثانية يا عمدة؟ احنا. اللي راجعك بدري يا محفوظ. مش بعادة يعني. خبريه دي مش داري دي ولا ايه؟ انا داري ارجعها وقت ما انا عايز. ده بدل تقولي لي حمد لله على السلامة. حمد لله على السلامة من وين؟ وانت كنت مسافر اياك. تلاقي اللي كنت رايح تسهر معاه خلو بيه، فقلت عود على الدار احسن. ما حدش خلي بيه، هما بس هملوني النهاردة. بعدين انت بتعملي ايه عنديك في الساعة زي دي؟ زي ما انت شايف كده بنظف الدار. زهقت من القعده الحالي.
طب بقولي ما تسيبك من اللي بتعمليه ده وتجي نتكلم مع بعض البيتين. وا انت شربي ده ينسون، بس الظاهر حمد في خشمي شوي. حمد في خشمك؟ ربنا يتوب عليك من اللي انت فيه يا محفوظ، ويتوب عليا منك. يا بنت اسمع كلامي يا بنت، دي الست اللي بتعصى جوزها ربنا ما برضاش عليها واصل. ده لو جوزها شايف طلباتها وطلبات دارها، اما الزوج اللي زيك انت يا محفوظ ربنا ما يغضبش عليا ابدا لما عصاك. وانا كنت قصرت معاكي فيه يعني، كل اللي بتطلبيه بتاخديه وزياده كمان. اسكت يا محفوظ واتكسف على دمك. تاني كل يوم والتاني رايحه على دار ابوي واخد فلوس من امي. عمرك ما سالت الفلوس اللي بتتصرف على دارك دي من وين، ولا حتى الهدمه اللي انا لابساها دي جبتها من وين؟ ويعني انت قلت لي هات وانا قلت ليه؟ وانا لازم اقول لك، الراجل الصح اللي شوف طلبات بيته من نفسه. وبعد هالك يا فاطمه، اما انا وحشك ده اتجوزتيني ليه؟ جاي تسالني يا محفوظ؟ الله يسامحك يا بوي، دول قرايبني عشان الارض ما تخرجش براتني. ما تدخليش راجل غريب في العيله يا فاطمه. حاضر يا ماما. يا خساره، يا الف خساره يا محفوظ. ايوه اقعدي اندبك ده عشان تعرف انا بسيب الدار وبطفش ليه. انا خارج، انا خارج. بقول لك انا خارج. وقف، اخرج يا محفوظ، اخرج. سمعتك. وانت هتسيبيني اخرج زعلانه كده؟ اخرج يا محفوظ، عايزه انضف الدار. طب ما تيجي ننضف الدار مع بعضينا. قلت لك اخرج يا محفوظ. خلاص خارج، اخرج انضف برا. صباح الخير يا جميلة. أهلا يا جابر. أمال عمي عبد التواب وين؟ لسه تعبان؟ ربنا ياخد بيده يا جابر، ودينا هو قايمة بالشغل كله. طب ما شيعتليش ليه؟ كنت أبعتلك شوية أنفار من عندي يساعدوكي في الشغل. أنا تعودت أعمل كل حاجة بيدي. بس اليد دي ما اتخلقتش عشان تتعب، اليد دي ما اتخلقتش عشان تشيل العلف وتتبل للبهايم. اللي زيك يا بنت الناس ألف واحد يخدموه، اللي زيك يا بنت الناس لازم يقعد في البيت ويتستت وبس. واه، وبعد هالك يا جابر واخر الدقيقة. انا اللي بسألك اخر ده كله ايه؟ لو ترضي عليا يا بنت الناس. ربنا يرضى عننا جميعا يا جابر. هني بتحدد بجد، قولي ايوه قوليها، وحتشوفي حياتك وحياه ابوكي حيبقى شكلها ايه. حياتي راضيه عنيها كده والحمد لله. وانت معايا حيبقى ليها طعم تاني، حتشوفي خير عمرك ما حلمت بيه. واوعدك هريحك وريح ابوكي وريح كل اللي حواليكي. وان قلت الله يا جابر. ليه يا بنت الناس؟ ده انا حملت كل بنات النجع عشان ريتك. النجع مليان بنات واحسن مني كمان. شوف اللي تناسبك واللي تريدك يا جابر.
لكن انا اخترتك انت. رايدك يا بات. لكن اعمل ايه؟ اعمل ايه في قلبي اللي عايز ضرب البلغ؟ عيب الحديد ده يا جابر، عيب. ترضى لاختك تهاني ان حد يرمي بلاه عليها كده؟ ماشي يا جميله، ماشي. بس لسه حديتنا مخلص، في حديد تاني. انا ما اتعودتش يا بنت الناس اسيب اللي انا رايده بسهوله. لكن هقول ايه؟ يعني جابر، جابر خبره. مين جابر؟ خبره. وعلشان كده قلبي مش رايده. شوف مصلحتك يا ابن الناس وسيبني انا اشوف مصلحتي يا جابر. انا ورايا هم تقيل. ماشي يا ست البنات. اقول ايه يا جابر؟ مش واجب بردك نروح نسلمه على احمد قبل ما يسافر؟ همليني يا امي، انا ماليش صالح في الحكايه دي. وبعدين ما النجع كله ناس بتعلمها، وكل واحد يتعلم نروح نسلمه عليه. واه، بس ما فيش غير احمد ود عمي هو اللي دخل كليه الهندسه. بتقول ايه يا بنت؟ مالكم على حديد دي؟ مش ود عمي وخطيبها من هم صغيرين وحيبقى جوزها ان شاء الله. لما يبقى جوزها تبقى تعمل اللي هي عاوزاه. لكن قبل كده مالكيش صالح بيه واصل. وعي الحديد ده يا بنت. يعني مش هروح اسلم على احمد ود عمي؟ في الليل هنستأذنه من ابوكي ونروح نسلمه عليه، بس ما نعوضوش. وان كان ابوكي رايح نروح وياه. ربنا يخليكي ليا يا يما. بقول لك ايه، هو جابر ليه شايل من احمد كده؟ جابر مش ناسي ان عمك عبد الجليل هو اللي شرع على ابوكي انه يقعد اهم العلامه وهو صغير ويشوف مصالح الارض. وعمي ذنبه ايه؟ جابر هو اللي سقط في الإعدادية 4 سنين. لو كان جابر كمل علامة كان زمانه دلوك في السنة النهائية في الجامعة مع أحمد. واه يما، هنضحكوا على بعضينا؟ جابر أخوي ملوش في العلامة واصل. نهايته، قومي حضري الوكل لا يعملها حكاية. ربنا يعدي السنة دي على خير ويرجعك لأحمد بالسلامة يا رب عشان أرتاح بقى. اقفلي خاشمك يا بنت، اقفلي خاشمك لأخوك يسمعك يقطع خبرك. تفضل يا خال. يعني لو كنت كملت علامك مش كان زمانكم بتونسوا بعض في الجامعة؟ البركة في أحمد يا خال، كل واحد ياخد نصيبه. اتفضل. وبعدين يعني لو كنت كملت علامي وفتناك احنا التانيين تقدر تقول لي كنت هتروح وين وتجو من وين؟ فعلا كنت هتعب لحد ما الاقي حد يساعدني في الشغل وفي الأرض. وأنا يعز عليا تعبك يا خال. وبعدين عايز أسأل سؤال، يعني هو الحد ده هيكون قلبه عليك زي اللي من دمك؟ فدي غلبتني. انا كان يهمني مستقبلك، لكن زي ما قلت كل حي بياخد نصيبه. سلام عليك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا حاج عبد العليم. اهلا يا حاج عبد العليم، اتفضل. اهلا اهلا، نورت الدار. الدار منوره باصحابها. انا قلت اجي اسلم على البشمهندس احمد قبل ما يسافر. تسلم يا عم عبد العليم. ان شاء الله تعاود بالشهاده الكبيره بإذن الله. يا حاج شربات لعمك هود. أمرك خير. قهوة عشان السكر. من عناية يا حاج عبد العليم. قهوة يا فرحانة. السلام عليكم يا اختي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش دي برضك مزرعة الحاج عبد التواب ولا أني غلطان؟ هي صح، أنت مش غلطان. طيب أنا معايا نقلة علب بعتها معايا الحاج عبد الجليل. ماشي، خلي السواق يلف العربية وأنا هشونها في المخزن. أنت بنفسك؟ أنا جميلة بنت الحاج عبد التواب. أهلا وسهلا بيكي، بس ما تجيش يعني أنك تنزليها بنفسك. بقول لك يا اسطى المخزن هناك، ها نزل نقلة العلف وحسابك عندي. كرمك
كتر خيرك يا. أنا الغريب ودخت الحاج عبد الجليل. أهلا وسهلا. معلش كان نفسي نضيفك بس أنا واقفة لحالي في المزرعة. أنا تحت أمرك في أي حاجة. كتر خيرك. إيه اللي قومك من فرشتك يا بوي؟ زهقت من الراجل ده يا بنتي. كيفك يا غريب؟ كيفك أنت عم عبدالواب؟ ألف سلامة عليك. الحمد لله يا ولدي. الحاج أخباره إيه؟ الحمد لله بخير. أنا جبت نقلة العلف زي ما وصاني. أيوه بس أنا ما معيش دلوق عشان أدفع يا غريب. الحاج وصاني أجيب نقلة العلف وبس، وما قاليش حاجة على الحساب، دي حاجة بينك وبينه. كتر ألف خيره. على العموم أنا حعدي عليه وأشكره. أمال العلف وين؟ السواق بيشونه في المخزن يا بوي. طيب أروح أشوف. أتفضل يا عم عبدالواب. تسمحي لي يعني بعد ما أخلص شغلي كل يوم أعد أطمن على المزرعة؟ تشرف يا أهلا وسهلا. طيب أروح أشوف عمي عبدالواب لحسن يكون محتاج حاجة ولا محتاجة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مليين النجع والمخبرين في كل مطرح. عملتها يا جابر، يعني كان ظني في محله. والعمل يا كبير، رجالة الحكومة طالعين الجبل، ما حدش يضرب نار وخلوها عتمة. وبكده مش هيعرف مطرحنا وحيعاودوا تاني. طب وجابر؟ ما حدش يقرب مني. جابر حيكون حسابه معايا انا. امرك يا كبير. طفوا النار يا ولد، طفوها، خلوها ظلمه كده برضو يا جابر. بقيالك وانت اللي ابتديت. هي سيمه. وطي صوتك، وطي صوتك. امال خالك يرجع ويسمعك. يا بختك يا عم. وتروح السيمه مع مين؟ امال اوعك تقول انك تروح لوحديك. لا مش دايما، ساعات كده وساعات كده. يعني في حد يروح معاك؟ مظبوط. طب قول يا احمد، قول الله يخليك مين؟ حلمي زميلي. بس هو في عيب بقى، نخش السيمة من هنا وينام ويشخر من هنا، ونقعد بقى نسمع الخلق وهي عماله تشتم فينا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خلاص نويت يا باشمهندس؟ بكرة الصبح إن شاء الله. أنا هنزل وياك مصر. خير يا أبوي؟ لا خير إن شاء الله، منها أطمن عليك ومنها أخد لك شقة تانية تليق بيك. وعلى يا حاج؟ أنا كنت ناوي أقعد في نفس الشقة اللي كنت قاعد فيها السنين اللي فاتت. لا السنة دي غير، يا آخر سنة باش مهندس، ولازم أن تكون مرتاح على الآخر. ربنا يخليك يا حاج، بس يعني ما كنتش عايز نتعبك وياي. ما أنا ممكن أخد شقة ونبقى نقول لك. أنا عايز أجي معاك أونسك وأطمن عليك. بصراحة عايز أخلع من أمك يومين. لا إذا كان كده يبقى رجلك على رجلي. ماشي. غريب أمرك يا خال. بكرة إن شاء الله تنزل تشق على الرجالة في الأرض وتعاود تطمن وتشوف طلبات الحاجة، لأنها أكيد هتبقى زعلانة لفراق أحمد. اطمن يا حاج كأنك موجود بالضبط. تصبح على خير وما تسهروش كتير. حاضر يا أبوي. تصبح على خير يا حاج. بقول لك يا غريب، ايه تعرفش خالك ماله؟ ماله زين يا، بس يعني اشمعنى المره دي اللي عايز ينزل معايا مصر؟ مش معاده يعني.
يا اخي عايز اطمن عليك جزاتها يعني. المهم كمل كمل. اكمل ايه؟ حكايه السيمه. سيمه؟ ايوه سيمتي يا غريب. ده في مطارح تانية غير السيمة، في مطارح غريب لو دخلتها ما تبقاش عارف عينيك شايفة ايه ولا ايه. مطارح حلوة كده؟ هي حلوة بعقل. طب قول سمعنا الله يخليك، مطارح حلوة زي ايه يعني؟ زي سيدنا الحسين مثلا. سيدنا الحسين؟ مدد امسك يا سجاب. قول لي وادي عبد البر، نفسك في ايه الليله وانا حججهولك؟ حكمان مزاجي عالي العال وراضي عنك الليله. خير، عمرك ما قلتها يعني. هتقول ولا ارجع في كلامي؟ لا، احب على يدك. خلاص قول. انا نفسي في 500 جنيه اعمل فرشة شاي ومعسل، وكل السواقين توقف عندي تشرب شاي وتشرب معاس، واعمل قرشين اعالجهم العيانه واستر اختي المطلقه، واذا فضل قرشين اتجوز بيهم يبقى فضل وعدل من عند ربنا. خدها ولا كل اللي بتحلم بيه. وكل واحد يحلم على قده يا سجاب. خلاص باذن الله من بكره هديك كل اللي انت عاوزه. كلام الليل مدهون بزبده، يطلع لي النار يسيح. من ميتة ولا وانا بقول لك على حاجة وبرجع فيها الحاج. لا، وهو النهار قرب يطلع وبكرة حاجة كل أحلام. وحلمي أنا ولا اللي بنحلم بيه دي مين هيحققهولي؟ معقولة جابر ود العمدة نفسه في حاجة ومش عارف يحققها؟ كتير قوي يا عبد البر. علام كان نفسي فيه وما قدرتش، واحدة كان قلبي رايدها ويدي مش طايلها، وصديق يوقف جنبي في محنتي وافضفضل واطلع كل اللي في قلبي لكن مش لاقيه. اخص عليك يا جاب، امال انا رحت وين؟ انت صاحب يا ولد مش صديق، عامل زي كلام الليل اللي بتقول عليه دي يطلع عليه النهار يسيح. انت قلبتها غم كده ليه؟ بقول لك ايه، ما تيجي نروح المول نفرفش شويه ونملي عينينا بالحريق. فدي عندك حق يا ولد، بدل قعدتي في خلقتك النحس دي. قوم بينا قوم. Thank you.
عذركم يا رجالة. جابر جابر كيفك يا بت؟ وحشتيني وحشتيني قوي. يا سلام يا خوي، كيفك يا روايح؟ روايح دي تحمك قوي، كأنك رحت وقلت عدولي. ايش كلامك الموسخ ده موال؟ امسك يا بت، امسكي، رسلنا حجرين عشان نعرف نتكلم. امرك يا سيدي الرجالة. فعلا يا بت سيدي الرجالة. امال سيدي الرجالة وزنت الشباب كمان. شاهر يا بت، شاهري احسن، انا مشتاق لك، مشتاق لك واعر. وللمشاوير